شو مو طالع على القهوة؟ ماني طالع على القهوة ولا طالع على محل. هلا ما نصير غير قصة أبوك. وأنا ما بحب اللت والعجل. وفرضي سألوني شو القصة؟ شو قال لهم؟ ما بعرف، ما حكالي، عمي وما حكالي. معناتها لساتك متضايق. إيه متضايق، ليش ما أتضايق؟ ما لازم تتضايق، إيه شو أول مرة؟ يعني أبي مو بتعرفه منيح، عايش بحاله لحاله. أنا اللي بعرفه لعمي، أنا اللي بعرفه. مستعد يقعد مع هذا الأجنب أسعد يوم كامل يحكي معه، ومعي ما أنه مستعد يحكي كلمتين، ها كلمتين برات الشغل وحسابات الوكالة. هي هي علينا، رجعنا لهالسيرة؟ طبعاً، شو فارق معك معزز خانو؟ أنت بس بتأمري ونحن اللي بننفذ. أيمن هو اللي بينفذ وبتمسكت كمان. إيه حرام عليك، أبي تارك كل شيء تتصرف فيه مثل ما بدك. بس آخر الشهر بسلمه كل شيء مثلي مثل أي موظف. مثلك مثل أي موظف؟ المصاري بالأخير لوين عم تروح؟ مو لإلنا؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ أنت اللي ما عم تفهم على حالك. خلاص بقى ها، أنا من غير شيء مشلوش ورح أسرها. خلاص شيليني من هالموضوع، خلينا نقعد ساعة زمان هيك مثل العالم والناس. تعبانة، بدي نام. تصبح على خير. معزز. تصبح على خير. معزز. المصاري إلنا قال. والله ما في شيء إلنا.